فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عند الشراء لبلاط من بعض المحلات، يقول عند الشراء لبلاط من بعض المحلات ويزيد منه بعض الشيء أوجعه إليهم فيخصمون منه 10% من قيمته. يقول عند الشراء لبلاط من بعض المحلات، شراء إيش؟ بلاط. بلاط من بعض المحلات أعيد الزائد إليهم ثم يخصمون مني 10%، فما حكم عملهم ذلك؟ الزائد ملك لك، خرج عن ملكهم أن شاري، إذا اصطلحتم على رده مع رد شيء من القيمة فلكم ذلك، هذا صلح بينكم. نعم، انتهى الشيخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.